السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. عندي استفسار بسيط بس كده. استفسر يا الحبيب. والدتي كان لها ورثة عند خالي وما كانش عايز يديهولها. ايوه. طبعا هي احنا من عيلة قبلية شوية، فكل ما يدخل والدي او اخواتي يحصل مشاكل. طيب بعدين بعدين بقى بعد ما عدى مثلا حوالي 15 سنة او 20 سنة هي بتطلب ورثة، فواعد يديها الورث على السعر القديم. لا هي تقول انا اشتري منك انت بالسعر القديم هيوافق؟ هو طبعا ما وافقش، فانا يعني خدت حيلة كده استغليت ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، وهو كان واخد نص ثمن البيت منهم لبيعهم ومش راضي يدي البيت. يعني الان عفوا اجمالي القول انك احتلت لاخذ حق امك. ما هذه مساله تسمى مساله الظفر، مساله تسمى مساله الظفر، والظفر بحقك من ظالم. استدل العلماء على الجواز بالتي ذكره. الاول قول هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ثانيا قال الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثالثا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فحديث ضعيف جدا، ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد كما نقل عنهما الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير.